حبيبتي، أنا قريت لك قصة، ليش ما عم تنامي؟ بتتذكري الغنية اللي كانت تغنيها ماما؟ ايه بتذكرها. غني لي اياها. Çamlı belden çıktım yayan, dayan ey dizlerim dayan, kardeş atlı bacı yayan, ne عمر، ليش ساكت طول الوقت؟ في شي مشكلة بالمدرسة؟ أخوها لميليسا عم يزعجك شي؟ لا أبداً، يعني سمعونا كم كلمة لما فتنا على الصف، بس مو مهم. Good morning يا شباب، يلا let's go، حرام البنات بيكونوا عم يبكوا هنن عم يستنوني هلأ. بدنا نروح على المقبرة بالأول. ايه منروح كلياتنا لهنيك. ولما ترجعوا بتتركوا أمل عندي؟ ايه مزبوط مرت عمي. يلا أمل جهزي حالك. ما بدي روح على المقبرة. ليش هيك عم تحكي؟ نحنا بدنا نروح نزور أمنا وأبونا. أنا حكيت مع ماما وبابا، هنن مالهم بالمقبرة، رح يرجعوا لهون. استغفر الله العظيم. أمل، هنن هنيك حبيبتي، رح نزرع وردة على قبرهم. يلا خلص ما بدي. يلا أمل، لا تضغطوا عليها أكثر من هيك يا أولاد. شافت حلم لما ارتفعت حرارتها، مفكرة انه هالشي حقيقي. هي عم تخفف عن وجعها بهالطريقة، عطوها شوية وقت، لا تضغطوا على البنت لو سمحتوا. طلع عمر لسه عم يلبس سترة المرحوم ابوه لهاليوم، وهالطفلة كيف بدها تواسي حالها يعني؟ مزبوط كلامك، بلا ما نضغط عليها. يلا امشوا والا رح نتاخر على المدرسه. كلامك مزبوط ايبك، بلا ما نروح اليوم على المقبره بعدين بتتاخروا، بنروح بكره. ماشي اخي. يلا انت جهز حالك عمر. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat.